تذكروه يعني انتم تذكروه اول ما وصل؟ تقريبا انا كنت في استقبال اول ما وصل تقريبا اسبوعين من عنه. اجى اول من مستشفى عاليه من الخليج، كان تعبان، دخلناه على العنايه المكثفه وتابعناه، واخر يومين تقريبا حطيناه على جهاز تنفس اصطناعي. طبعا هو بيعاني من امراض، كان زارع كلى من 95 ماشي عاليه. الله يرحمه ويتقبله شهيد يا الله.